نشوف كده أصداء هذا القرار على مجلس إدارة وعلى نادي مقاولون العرب. بينضم إلينا المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة في فريق مقاولون العرب. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس. أهلا، صباح الخير عليك وعلى الأستاذة. متابعتكم الأهم يعني أبرز الأحداث امبارح على الساحة، تأجيل مباراة القمة ممكن تكونوا ما توقعتوش إنها يكون ليها صدى على مباراة نادي مقاولون العرب والزمالك. هذه فوضى كروية، هذا قرار غير مسؤول، ولن نلعب هذه المباراة، وهنصعد الموضوعات إلى أعلى درجة، وهنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة. وأعتقد إن هذا الكلام أندية كثيرة هتنضم لينا بهذا الطلب. اللي بيحصل ده تهريج لم أراه في حياتي الكروية على مدار 40 سنة، لم يحدث هذا التهريج. وده معناته ان اللي طلع هذا القرار انسان غير مسؤول ولا يعلم شيء عن كرة القدم. طيب انا عايز اسال حضرتك، يعني الانباء اللي طلعت من تاجيل المباراه ده موضوع كان ليه علاقه بالجهات الامنيه، هل اعتراضكم ان انتوا تلعبوا الجوله اللي جايه امام نادي الزمالك بدلا من نادي اسوان؟ طبعا. انا ماليش دعوه بالاهلي والزمالك. انما انا بعد بكره عندي اسوان، تقولي لاعب الزمالك مين حصلت فين؟ هتقولي في اي حته حصل هذا الكلام؟ حتى في مصر اللي كلها فوضى. لا بس هتكلم، بس حضرتك بس نتكلم، يعني انت لو بتتكلم انه في تواصل حصل على مدار الساعات اللي فاتت، طب منذ هذا القرار مع حد تواصل معانا خالص هذا؟ طب حضراتكم تواصلتوا مع اي حد من سواء الاتحاد المصري؟ لحد دلوقتي ما حدش كلمنا ولا جات لنا جوابات بحاجه. يعني ما جاش خطاب او ايميل رسمي من الاتحاد المصري ان المباراه اللي جايه؟ حد ما انا بكلم حضرتك دلوقتي ما جبناش حاجه، لكن طبقا للي انت عماله تقريه وتقوليه والكلام اللي بيقول احنا رافضين هذا الكلام ومش هنلعب المباراه وهنصعد المواضيع وهنجيب حقنا. طيب لو افترضنا ان تاجيل المباراه دي، يعني لو حضرتك بصيت للصوره مكتمله، ممكن تكون اسباب ان عدم السماح ان يكون في اكتر من مباراه مؤجله، لان نادي الزمالك اكتمال الصوره حضرتك. انا هلعب اسوان بعد بكره، ايه علاقه اجلت ماتش الاهلي والزمالك؟ ما تاجليه عادي، مش هنضيف اي ميعاد تاني. ايه الدربكه دي كلها؟ لا فين تكافؤ الفرص ما بين الناس؟ ما ايه اللي استدعى لهذا؟ قولي لي ده واحد لهذا الكلام؟ طب هتوصلوا لحد فين يا باشمهندس؟ يعني حتى لو من وجهه نظر حضرتك هتحارب لهذه القضيه الى اي مدى؟ الى اخر مدى في هذا الكلام، انا بطالب بالغاء الدوري لعدم المستوى. اي مسابقه في الدنيا لازم يبقى فيها مستوى. فيحدث هذا عدم مستوى بدون اسباب. واعتقد ان انا صاحب حق، وانديه كتير هتتضرر معايا من هذا الكلام وهتتضامن معايا في هذا الكلام. والحقيقه كنا عشوائيين في اللجنه انها تكون على مستوى اداري طلع ان اتحاد الكره فعلا السابق ما عملش هذه الكلام الفاضي ده. طيب طب على الصعيد الفني، ده على الصعيد الاداري واكيد متابعه الجهاز الفني. طب كابتن عماد النحاس متابعته برضو لهذه القضيه، هل كلكم على نفس الوتيره ولا لسه ما حصلش تواصل ما بين مجلس الاداره والجهاز الفني؟ في طبعا تفاهم مع كابتن عماد طبعا. اوكي يا باشمهندس، كامل بيني وبين الكابتن عماد. ايوه. طيب عايز اسال حضرتك طبعا على الصعيد الفني، طاهر محمد طاهر، بعيدا عن طبعا هذه الازمه واكيد هنكون بنتابعها مع حضرتك ومع نادي مقاولين العرب خلال الساعات اللي جايه وهنشوف الموضوع هيوصل لين. احنا بنتكلم عن ايام قليله بتفصلنا عن هذا اللقاء المفترض ان هو يكون يوم السبت، واكيد هنشوف حضراتكم هتقدروا توصلوا لحد فين من محاوله ان المباراه دي تكون في ميعادها او تلعبوا مع فريق اسوان. على الصعيد الاخر فنيا، طاهر محمد طاهر عودته كنا سعداء جدا بيها، ولكن للاسف اصابه مره ثانيه بتلحق بيه، حابين حضرتك تطمنا عليه وعلى مشاركته ان شاء الله مع منتخبنا الاولمبي. ان شاء الله بقى كويس وهينزل يتدرب باعتبار من النهارده. طيب بشكر حضرتك، شكرا جزيلا باشمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة في فريق المقاولين العرب، نشكرك شكرا جزيلا.